والله عندي شيله. اي الله يعطيك السلام. اي ها واحده من الشباب اسولف انا وياه وضايق صدري، قلت ايش فيك؟ قال يا اخي فيني ضيق تمجوشي يقوله. قلت مو بالحال كل اللي ضايق، كل اللي ضايق صدري، بس الناس وسعون صدورهم وكل شيء ويحاول يدور شيء يلهيه عن ضيقه صدره. يا سلام. نعم يا سلام. فقلت ابيات عن الضيقه. الله. اقول فيها الضيقه الضيقه اللي ما تخليني ما ادري يطبع فيني ولا عادت اللي بدعيك يا ربي يا معبود تشفيني وتزيح هم بقلبي قد صطفي وتزيح هم بقلبي قد صطفي يا واحد بين خلق الله ما لعيني في الزين والملح بد ما شفت انا زايا ودي تجي يا امي حتى تشوفي وش فيني يا ذا الغزال اللي فيك الزين ماريا مجلس بالبيت يحرجني ويكويني النفس دايم على الممشى هواوية كم واحد يا ابني يا لا معلومة تجيني تطيح أماله بقدرة إلهية تطيح أماله بقدرة إلهية الرزق والعمر له قدر موازيني ولا بد من رحلة روحه بلا جاية لا بد من رحلة روحه بلا جاية رد الرسالة علينا يا ابن الحصيني خدي يا شوف الكلا مزيني في فيا الله اكبر يا المهيد بوشا وش بيديني يا سلام انا ما عبو طال الفرحة والجاية أنا أشهد أنك بخرجك صرت تغنيني أعطيك من قدر الإحسان مية مية أعطيك من قدر الإحسان مية مية بيض الله وجهك يا أبو طلال الله يسعدك يا حبيبي يبارك فيك الله يطول انت جميل دائما وانت كذلك والجميع كلهم اجمل لبى عينك لبى الله يسلمك يطول يا عمر ان الحقيقه